سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من على العرش استوى، صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا عزيز يا وهاب، يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. اللهم إنا نناديك من بيتك مسرى رسول الله. اللهم اهزم أعداء الإسلام، اللهم اهزم اليهود في هذه المعركة يا رب العالمين. اللهم أذلهم، اللهم اكبتهم، اللهم أحبط كيدهم، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عظة وآية. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا دافع النقم، يا دافع النقم، يا من تجيب المضطر إذا دعاك وتكشف السوء. اللهم إنا نسألك لأهلنا في غزة، اللهم إنا نسألك لغزة العزة، وللمسلمين في كل مكان، ولنا وللسامعين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم وغم فرجا، ومن كل عسر يسرا، وإلى كل خير سبيلا. يا مجيب السائلين، يا أمان الخائفين، يا غوث المستغيثين. اللهم أمن غزة من خوف، وأطعمها من جوع. اللهم يا مغيث أغثهم، يا مغيث أغث غزة يا الله. اللهم أغثها بفرجك ونصرك يا الله. اللهم اجعل نار اليهود بردا وسلاما على أهلنا في غزة. اللهم أطفئ حربهم يا رب العالمين. اللهم إنهم أوقدوا حربا فأطفئها يا الله. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب اللهم عليهم من فوقهم سوط عذاب. إنك لهم ولأعوانهم وأذنابهم لبالمرصاد. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اكلأهم بعينك، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل صواريخهم رعبا لليهود ودمارا لليهود. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اقتل بكل صاروخ عددا منهم. اللهم انتقم لشهدائنا، اللهم انتقم لشهدائنا يا الله. اللهم امسح الحزن عن قلوب الثكالى يا الله. اللهم امسح الدموع من عيون الثكالى يا الله. اللهم عوضهم عوض خير يا الله.
اللهم اغفر للشهداء وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم وارزقنا في هذا البيت بيتك الاقصى اجر المرابطين. اللهم اكتب لنا اجر المرابطين في المسجد الاقصى. اللهم يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء، اللهم انا نناديك من المسجد الاقصى في هذه الليلة المباركة من رمضان. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم لا تخذلنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكبت عدونا، اللهم اعنا ولا تعن علينا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا قريب يا مجيب يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، اللهم هون على أهلنا في غزة، اللهم عوضهم عوض خير، اللهم اجعلهم شوكة في قلوب اليهود، اللهم سلطهم على اليهود، اللهم حقق غاياتهم وحقق أمانيهم وارحم شهداءهم وانصرهم ولا تخذلهم يا الله. اللهم إنا دعوناك فقلت يا ربنا وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.